بويا وياهم حطبهم شايلينا، انا ليه طلعت ولا وحزينة. بويا انا ليه طلعت ولا وحزينة، قلت ليش عندك جايلينا، وكش عندك جايلي انا، وكل يوم قلبي مروعينا. يا بكل يوم قلبي ملوعينا مروعينا ملوعينا، ومن شافني المشرج بدينا، ويا من شافني المشرج بدينا، ردني وسطر خد بيمينا. يا حبيبة المصطفى، باكر تروح العزة يا زهرة، بويا من شافني المشرج بدينا بدينا، ردني وسطر خد بيمينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الليلة ليلة مصيبة، الليلة ليلة رثاء، الليلة ليلة مصرع المصطفى صلى الله عليه وآله، ليلة عظيمة. خلوني أكمل بحثي بسرعة و نذهب إلى مصرع المصطفى صلى الله عليه وآله، ونخلي حصة الرثاء الليلة أكثر من حصة المحاضرة إن شاء الله تعالى. خلونا نستغل الثواني نكمل بحثنا بسرعة. بحثي كان كل ما أعطي لغير المصطفى أعطي للمصطفى أضعافه صلى الله عليه وآله، وهذا أثبتناه قرآنيا روائيا. جيد، ثم قلنا أن هذا الأمر ترتب عليه آثار كثيرة. من آثاره القرآن الكريم أكو به ثقافة كاملة اسمها ثقافة إحباط الأعمال، وهي ثقافة خطيرة مخيفة تأرق الإنسان. القرآن الكريم لما يوصل للمصطفى يقول اللي ما يعتقد بالمصطفى تحبط كل أعماله. واضح إخواني؟ بل الموضوع يكون أكبر من ذلك في ثقافة القرآن الكريم. في ثقافة القرآن الكريم اللي ما يوقر المصطفى، ما يعظم المصطفى، ما يحترم المصطفى، ما يحيي ذكر المصطفى، القرآن الكريم يقول أعمالهم شنو؟ تحبط. هسه هذا وين الليلة إن شاء الله نكمل. تكلمنا بحبط الأعمال وقسمناه إلى قسمين في ثقافة القرآن، حبط كلي وحبط جزئي، وبعدين جينا إلى آيات اللي تفهرس إحباط الأعمال في القرآن الكريم، يعني اللي تبين أسباب إحباط الأعمال. ابتدأنا بسبب الكفر والعياذ بالله، وجبنا آية والآية أخذتنا للإيمان. الليلة أريد أكمل كلامي بالإيمان بسرعة وأرجع البقية الأسباب حتى من خلالها أوصل للمصطفى صلى الله عليه وآله. شوفوني، لا شوفوني شوفوني شوفوني، الآية تقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قلنا بالبداية خل نعرف شنو الإيمان، حتى شنو اللي يكفر بالإيمان يحبط عمله. وياي الأحبة، هذا عرفنا الإيمان، بينا أقسام الإيمان، فرقنا بين الإيمان والإسلام من خلال أربع مراتب.
ثم قلنا أن الإيمان مراتب، بينا مراتب الإيمان أيضاً من خلال القرآن الكريم، وانتهينا من كل ذلك. البقاء لبحث الإيمان فقط الآتي، محطة واحدة حتى أكمل الأسباب اللي تحبط الأعمال وأوصل للنبي صلى الله عليه وآله. وإحنا ليش نهتم برسول الله؟ نحيي ذكراه، نعظم رسول الله، عزروه، نصروه، رفعنا لك ذكرك في بيوت أذن الله أن ترفع، إلى غير ذلك. بقى شيء بحث الإيمان أرد أقوله حتى أنتقل لحبط الأعمال وأكمل أسبابها في القرآن وأوصل للنبي صلى الله عليه وآله. وإحنا الشيعة ليش نعظم النبي كما أمرنا الحق تعالى؟ إذا من عظم أعمالنا تحبط في ثقافة القرآن. بعد ليش الاعتراض؟ جيد، هذا هو الكلام. ويا هسه الأحبة، الإيمان، هاي المحطة الأخيرة ببحث الإيمان وأرجع، الإيمان في ثقافة القرآن يقوم على ركنين، ركنان للإيمان. الركن الأول الإيمان بالحق تعالى، الركن الثاني الإيمان برسل الحق تعالى، سواء كانوا أنبياء حجج أو صياء أئمة. حجج الإيمان بهم إيمان، والإيمان بالله تعالى يعطيك عنوان الإيمان. يعني الإيمان يقوم على ركنين، إيمان بالحق تعالى وإيمان برسل الحق تعالى اللي هم أنبياء أئمة حجج. ذولا واجب أن تؤمن بهم، واجب، وإلا ما تكون مؤمن. هسه شنو الدليل؟ الآن سأبين. الناس انقسم إلى أربعة أقسام في قبال ذن الركنين. الناس انقسموا شنو؟ أربعة أقسام في قبال الركنين اللي يقوم عليهما الإيمان. القسم الأول، التفتوا لي، قسم من الناس قالوا آمنا بالله تعالى ولكن ما نقبل بالأنبياء، ما نقبل بالأنبياء. إحنا رب العالمين نقبل به، رب العالمين الاعتقاد به فطري، ما نقدر نخالف فطرنا. شوفوني، لكن شيء اسمه واسطة بيننا وبين الله، هذا إحنا ما نعتقد به. رسل السماء ما نعتقد بهم. هسه ما يعتقدون بهم ليش؟ أكو أسباب. البعض يقول الوحي ما أعتقد به. الوحي يتصل بإنسان مثلنا ويكون واسطة بيننا وبين رب العالمين، أنا هذا ما أقبله. حتى شوفوني، هسه هاي سابقا قالوها، الان هم قالوها، بس العبائر تتغير. الان لبسوها لباس ثقافي. شلون ثقافي؟ قالوا هذا اللي الانبياء يعبرون عنه وحي، هذا مو نازل من الله. هات شنو؟ قالوا هذا النبي عبقري، النبي عنده عبقريه، يقعد بالليل يفكر، تجي فكره، يصيغ هاي الفكره بكلمات، يقول رب العالمين انطاني اياهن. هيك يقولون. سابقا ما قالوا هيك. سابقا ايش قالوا؟ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إحنا الله معتقدين به، بس الله ينزل شيء على بشر مثلنا، هذا شنو؟ هذا من قبله. ما أدري ذولا إيمانهم مقبول يوم مقبول. تشوفون أنتم، وإحنا قلنا في ثقافة القرآن، يعني في ثقافة الوحي المعصوم، الإيمان يقوم شنو؟ بركنين، الإيمان بالله والإيمان شنو؟ برسل السماء. إخواني، القرآن الكريم هيك يقول، يقول وعلمك ما لم تكن، مو ما لم تعلم. هسه ما لم تعلم أنت شيء كنت ما تعرفه، ويجوز تقدر تأخذه تحصيلا من غيرك. لا لا، ما لم تكن تعلم إلا من خلال قناة الوحي. يعني يا محمد، علمناك إياه لا يمكن للعقل أن يصل إليه من دون الوحي. شوفوا، ولهذا ذولا اللي يقولون إحنا نعتمد على عقولنا، أنبياء ما نحتاجهم، عقولنا كافية. رب العالمين يقول اللي يأتيكم من خلال الأنبياء ما تصل شنو؟ ليش ما يجابون الإخوة؟ ما تصل عقولكم إلا من خلال الوحي. وعلمك ما لم تكن تعلم إلا من خلال الوحي. يعني فلا بد من الوحي
وحملت الوحي لا غنى عنهم. تريد تصير مؤمن؟ إيمان بالله برسل الله، أنبياء أئمة حجج باوعولي، ملائكة، ملائكة هم رسل، الله يعبر عن الملائكة رسل في القرآن الكريم، ملائكة أنبياء أئمة حجج. شوف هذا القسم الأول، هذا القسم شنو؟ الأول. القسم الثاني، آمنوا بالله وآمنوا ببعض أنبياء الله دون بعض. القسم الأول آمنوا، قالوا احنا نقبل بالله وما نقبل كل أنبيائه، ما مقبول، ما كفر هذا. القسم الثاني قال لا، أنا أؤمن بالله وأؤمن ببعض رسل الله مو بكل، يعني يفرق بينهم. مثل أهل الكتاب، أهل الكتاب شلون؟ اليهود آمنوا بموسى أو لم يؤمنوا بموسى؟ ليش ما يجاوبون الإخوة؟ آمنوا بموسى. زين بعيسى؟ ها؟ لم يؤمنوا، فآمنوا ببعض دون شنو؟ دون. آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بيحيى، آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، دول اليهود. تعال للنصارى، النصارى آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى ولم يؤمنوا برسول الله. زين هذا مقبول؟ هذا هم مقبول. مو احنا قلنا الإيمان يقوم على ركن، الإيمان بالله وإيمان برسول الله، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، شوفون تجاه ذن الركنين، القسم الثالث، لا آمن بالله ولا آمن برسول الله. هذا خو بعد دخل الكفر من أوسع أبوابه. بعد هذا يقول لك أنا لا رب العالمين أؤمن بي ولا رسل رب العالمين هم شنو أؤمن بهم والسلام. القسم الرابع، آمن بالله وآمن بكل شنو رسل الله، سواء كانوا أنبياء أئمة حجج ملائكة، كلهم آمن بهم. هذا مؤمن يوم مؤمن. خل أقرأ لكم آية قرآنية تبين كل هذه الأمور. شوف القرآن شلون يختصر، القرآن الكريم شلون يختصر في الواقع. آية قرآنية تلخص كل هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، باوعولي أيها الأحبة، إن الذين يكفرون بالله ورسله، هذا قسم يوم مو قسم، ها قسم هذا، إن الذين، آيات عجيبة هذه متسلسلة تقسم كل هذه التقسيمات، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذا قسم آخر يوم مو قسم آخر، قسم كفروا بالله وبرسل الله، قسم ثاني يردون يفرقون بين الله ورسل الله، قالوا الله نقبل بس رسله شنو؟ ما نقبل. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر، هذا قسم ثالث يوم مو قسم ثالث. شوفوا، فهذا التقسيم الرباعي اللي بينته مأخوذ منين؟ من القرآن الكريم، مو من جيبي، من القرآن الكريم. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ثم تقول الآيات المتسلسلة، والذين آمنوا، اللي هم القسم الرابع، منو يا رب؟ والذين آمنوا بالله ورسله، كلهم يوم مو كلهم، بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. طبعا هسه هنا اكو قضيه خلي الفت نظركم الها بسرعه، احنا قلنا الليله شويه نريد نخلي حصه كبيره للرثاء، قلنا الليله نريد نخلي حصه كثيره للرثاء، بس شيء اكو اشاره سريعه، ولم يفرقوا بين احد منهم. هسه لعلك تسالني تقول لي لم يفرقوا شلون؟ احنا نعتبر النبي افضل من بقيه الانبياء، نفرق عن بقيه الانبياء، شلون المؤمنين ما يفرقون؟ لا لا، ما يفرقون من حيث الاصل، ان هذا نبي وذاك شنو؟ ذاك نبي، هذا الله بعثه وذاك شنو؟ الله بعثه، هذا نبوته شرعيه وذاك نبوته شنو؟ شرعيه،
من حيث الأصل لم يفرقوا، لكن من حيث المراتب تلك الرسل فضلنا بعضهم. الله يقول جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله إلى آخر الآيات. فضلنا بعض النبيين على بعض، يقول الحق تعالى من هالجانب خو الله فرق بينهم من حيث المقام والدرجة، لكن من حيث الأصل كلهم يرجعون إلى الله جل وعلا، ماكو فرق بين هذا النبي وذاك النبي من حيث الأصل. وياي الأحبة، ولم يفرقوا بين أحد منهم. آية أخرى حتى أقول شيء مهم بسرعة وأرجع لأسباب للأسباب اللي تحبط الأعمال بعد. قولوا آمنا بالله، قولوا قولوا قولوا، لا شوفوا شوفوا القرآن ماذا يقول. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، كل ما أنزل، مو تعضية مو تبعيض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون. الذين جعلوا القرآن عضين مقطع، يأخذون منا اللي يعجبهم ويتركون منا، لا لا، قولوا آمنا بكل ما أنزل، آمنا بالله وآمنا بكل ما أنزل على الأنبياء. سؤال، أهم ما أنزل على الأنبياء شنو؟ أهم ما أنزل على الأنبياء شنو؟ على رسول الله شنو أهم ما أنزل؟ والدليل أنه أهم ما أنزل كمل به الدين، تمت به النعمة، رضي به الإسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ما أنزل. شوف 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 الآية ماذا تقول؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا كله كون تآمنون به صيروا مؤمنين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. 18 ذي الحجة لما بلغ قال اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. القرآن الكريم يقول تريد مؤمن، كل ما أنزل من الله كن تؤمن به. ولهذا الآية اللي صار لها ليلتين وقفتنا على الإيمان وما خلتنا نجيب بقية الأسباب تقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قضية خطرة. كل ما أنزل على النبي يجب الإيمان به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا كنت آمنون به. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، شوف، إلى أن تقول لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آية ثالثة تأخذني الآخر بحث الإيمان، ونرجع للأسباب الموجبة لإحباط الأعمال حتى نوصل لسيدنا الأعظم، لسيد الكائنات صلى الله عليه وآله، لسيد ما خلق الله صلى الله عليه وآله. آخر آية أقولها، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. طبعا هذا النور الذي أنزلنا يشمل النور التدويني اللي هو القرآن الكريم، ويشمل النور التكويني اللي هو أهل البيت عليهم السلام. باعولي مثل نوره الله نور السماوات، إلى أن يقول مثل نوره كمشكات، بعدين يقول هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع، بعدين يقول رجال لا تلهيهم تجارة. هذا مثل نور الله، تقرؤون في الجامعة الكبيرة المثل الأعلى، هو هذا المثل الأعلى، مثل نوره كمشكات، بعدين يقول هذا النور في بيوت، بعدين يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني النبي وآله. فهنا النور، آمنوا بالله برسوله بالنور الذي أنزلنا، النور التدويني القرآن، النور التكويني النبي وآله. الإيمان يتم بهذه الحقائق القرآنية إذا الإنسان يريد يصير مؤمن. طبعا هسه آخر شيء أقوله بحث الإيمان، هذا يجرني إلى كلام مهم جدا مهم. الأحبة بعدهم وياي، هذا يجرني إلى موضوع كلش مهم. شوفوا أهمية الإيمان في كل شيء ومدخلية الإيمان في كل شيء، وإحنا قلنا العقيدة الصحيحة قوام كل شيء، كل شيء يقوم بالعقيدة الصحيحة.
ولهذا القرآن دائما يقول الذين آمنوا وعملوا، والعمل يقبل بالإيمان. وإذا كانت العقيدة مو صحيحة العمل يقبل لو ما يقبل؟ ما يقبل. القوام العقيدة، العمل يجي من بعد العقيدة. ولهذا علماءنا خلوا أصول وفروع للدين. الأصول عقيدة، الفروع عمل. يعني الأصول الخمسة والفروع العشرة، صحيح ولا لا؟ ذيك خلوها أصول، الفروع تتبع الأصول. شوفوا مدخلية الإيمان في كل شيء. باعولي شوف القرآن ماذا يقول في آيتين متسلسلتين. مثلا يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة وإحنا ببحث الإيمان، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. عجيب واقعا. هسه مر القرآن يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، مقبولا باعتبار الحسن ما يستوي مع القبح، صحيح ولا الحسن ما يستوي مع القبح. أفمن كان مؤمنا أمير المؤمنين كمن كان فاسقا الوليد لا يستوون. هسه هذا شيء، بس مرة ثانية القرآن الكريم يصعد درجة أعلى يقول ما يستوي الإيمان مع عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج. أنا أسألكم سقاية الحجيج حسنة يوم مو حسنة؟ يعني هاي الآية مو مثل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، تلك حسنة وسيئة، هاي حسنة وحسنة، مع ذلك يقول لا يستوون. حسنة الإيمان ما يستوي معها حسنة أخرى. عجيب واقعا. ما أدري ملتفتين للنكتة. عمارة المسجد الحرام حسنة يوم مو حسنة؟ خو في بيوت أذن الله أن ترفع وأنا أريد أعمر البيت الحرام، خو حسنة هذه. تسقي الحجاج العطشانين حسنة يوم مو حسنة؟ حسنة. لما يربطها بإيمان أمير المؤمنين الكامل المكتمل به السبعة أسهم يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن شنو؟ آمن بالله. عمارة تكون مقبولة بالإيمان، سقاية تكون مقبولة شنو؟ بالإيمان. درجتها تكون رفيعة بشنو؟ بالإيمان. إذا اجتمع الإيمان والعمارة يكون نور على نور، من دون إيمان ما يكون كذلك. مثل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني من حيث العمران المادي لم يخلق مثلها. وين واصلة؟ رب العالمين أنزل عليها عذابا يا لا نزل عليها صوت العذاب يا ما نزل؟ نزل، لأن إيمان ما. هذا جانب. جانب آخر، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هنا أنا عمارة مع شنو؟ ليش ما تجاوبوني؟ مع إيمان. اجتمع النور على النور يوم اجتمع. هسه هنا العجيب واقعا. ولهذا القرآن بهاي الآية أجعلتم سقاية الحاج يخليها ويا آية ويا آية ثانية، يعني آية أمير المؤمنين وهاي شيعة وسنة قالوا كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد، هذا علي بن أبي طالب، شيعة وغير الشيعة قالوا هاي الآية بعلي بن أبي طالب وشيبة والعباس بن عبد المطلب، هاي الشيعة وغير الشيعة قالوا نزلت بدولة الثلاثة سقاية وعمارة وإيمان، الإيمان علي يمثله. زين الغريب هاي الآية ملتصقة بآية ثانية، الآية الثانية شو تقول؟ إنما يعمر باعتبار أجعلتم سقاية الحاج وعمارة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. بعدين من هو اللي يعمر المسجد وآمن بالله؟ تقول كمن آمن بالله، يعني منه؟ علي. فيكون اللهم صل على محمد وآل محمد.
فيكون عمارة مع إيمان أمير المؤمنين سلام الله عليه كجده إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. شوفوا هناك عمارة وإيمان، إبراهيم محمد وعلي عمارة وإيمان. ولهذا رب العالمين يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة كمن آمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن، هاي الآية قبل ذيك، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، عقيدة شريعة، آمن بالله يوم الآخر عقيدة، أقام الصلاة شريعة يعني أصول فروع، وأقام الصلاة وآت الزكاة، بالله عليكم، هاي مو كلها صفات علي بن أبي طالب؟ شوفوا آمن بالله اليوم الآخر، أقام الصلاة، آت الزكاة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين شنو؟ يقيمون الصلاة بعد، ويؤتون الزكاة بعد، وهم راكعون. أصلا واضحة في أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. مو علي بن أبي طالب لم يخش إلا الله، أخوه عقيل قال زودي درهم انطى حديدة حارة وشوابيها، هذا علي بن أبي طالب، لا تأخذه في الله. ولهذا في آية أخرى في موطن آخر في القرآن يحبهم ويحبونه، أحد أسبابها أنه لا تأخذهم في الله شنو؟ لا. ولهذا يحبهم ويحبونه. زين، اللهم صل على محمد وآله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هنا المقصود يا مؤمنون، بعد واضح هو هذا، يعمر مساجد الله من آمن بالله، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة كمن آمن بالله، واضح بعد المؤمنون المقصود الكمل، برز الإيمان كله على السبعة أسهم اللي بيناها البارحة، ذا اكتملت في أحد والبارحة بينا ذلك، واضح بعد النبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا توليهم إيمان، لأنهم كل الإيمان، توليهم إيمان. شوفوا هاي الآية قد عظيمة، راح أقولها عندي آيتين بعد وأخلص، أكمل بسرعة، أكمل آيات إحباط الأعمال وأجد المصطفى صلى الله عليه وآله بسرعة، بقت لي بس آيتين بسرعة مر عليهم سريعا. الآية الأولى عجيبة ببحث الإيمان، الذين يحملون العرش، في رواياتنا أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، هسه من هم الأربعة من الأولين من هم هذا بحث آخر، العرش شنو؟ بحث آخر، قدرة ولا علم ولا بحث آخر، شلون يحملون العرش؟ وقت آخر، هاي كلها أبحاث إلها وقتها. الذين يحملون العرش، ثم تقول ذول اللي يحملون العرش ويستغفرون للذين آمنوا، يعني أنت الآن قاعد هنا، أكو من شنو؟ أكو من يستغفر لك، طبعا لما يستغفر لك يعني يكون واسطتك لغفران ذنوبك وعلو درجاتك، يعني يشفع لك، وهذا اللي احنا نعتقد به، سواء كان الاستشفاع قبول يعني قبول نظام الواسطة بتعبير دقيق، باعتبار نظام الواسطة يشمل التوسل والتبرك والشفاعة اللي ينتقدنا عليها بعض المتطرفين التكفيريين، الشيعة شلون يعتقدون بنظام الواسطة المجعولة من قبل الله تعالى، احنا نعتقد بنظام الواسطة بشرط أن تكون مجعولة من قبل الله تعالى، هذه آية من آياتها، يحملون العرش يستغفرون للمؤمنين، يستغفرون للمؤمنين يعني شنو؟ هسه الشفاعة علماءنا يقعدون بها نقاش، الشفاعة غفران ذنوب، الشفاعة علو درجات، يو الشفاعة اثنيناتهم، أكو ثلاث آراء، لا أكو ثلاث آراء، هذه معترك فكري بين علماءنا الكرام، أنه الشفاعة بمعنى أنزل ذنوبك، يعني الشفاعة بمعنى أزيد درجاتك، أو الشفاعة شنو؟ اثنيناتهم، أكو كلام بين علماءنا الكرام، أكو نقاش فكري هنا، وكل رأي إلى أدلته، هسه هذا هم إلى وقته، بحث الشفاعة واحد يسولف فيبرات، بحث الشفاعة يعني مو محله، بس أتمنى شبابنا يفرغون أوقاتهم لمثل هذه الأبحاث ولمثل هذه الأفكار ولمثل هذه العقائد ولمثل، أتمنى على
وددت أن أضرب أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. يقول جعفر الصادق، جعفر الصادق ما يريد شاب جاهل، عالم، يريد شبابنا علماء، كلهم علماء، مثل هشام بن الحكم، مثل مؤمن الطاق، مثل محمد ابن مسلم، مثل زرارة، مثل تلك الأسماء الكبرى الآن، مثل فقهاءنا الكرام أهل العلم أهل الفقاهة. الذين يحملون العرش، بعد أن تقول ويستغفرون للذين آمنوا، الله، إلى أن تقول فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، شرط توبة واتباع السبيل، واتباع السبيل بآيات المودة النبي وآله. شوفوا إخواني، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ال، إذن الأجر مودة القربة. خو ليش سألتنا أجر قرباك؟ ما سألتكم من أجر اللي هو مودة القربة فهو لكم. شلون لكم؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إذن شوفوا، إذن أجر الرسالة مودة القربة، في الآية الثانية مودة القربة لكم، بالآية الثالثة شلون لكم؟ هي سبيلكم إلى الله. ولهذا الإمام المهدي من يجمع بين الآيات الثلاثة بدعاء الندبة هكذا يقول فكانوا هم السبيل إليك. هنا الآية شو تقول؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. بالقرآن سبيلك يعني مودة، يعني مودة القربة، يعني أجر الرسالة. فهنا قال يقول تابوا واتبعوا السبيل، يعني إيمان بالحجج، أنبياء أئمة حجج، يعني الركن الثاني مال الإيمان إيمان الحجج. شوفوا هذا مثل قول الله تعالى تابوا واتبعوا السبيل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى شنو اهتدى؟ ها شنو الدليل لولاية أمير المؤمنين؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، في كتبنا وكتب غيرنا قال يا علي أنا المنذر وأنت الهاد. شوفوا وجعلناهم أئمتي يهدون، شوفوا أئمتي يهدون، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنا الآية شو تقول؟ حملت العرش لمن يستغفرون، فاغفر للذين تابوا واتبعوا، مثل ثم اهتدى، تبعوا سبيلك أجر الرسالة، أجر الرسالة مودة القربة. قاعد توصل الفكرة؟ أني أدري آيات مشتبكة وكثيرة بس توصلنا إلى نتائج عظيمة. شوف القرآن شلون يشتغل، شو يسوي القرآن الكريم. شوفوا ليعرف أمر آل البيت من خلال القرآن ماذا يجد في القرآن الكريم من أسرار اللي آل البيت عليهم السلام. شوف زين، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف حملت العرش يستغفرون لكم، يطلبوا لكم من الله، انت الان قاعد هنا يمي وحملت العرش يطلبوا لك. وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات، او ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الله اكبر. وقهم السيئات، يعني ابعد عنهم الذنوب. ولهذا عندنا في الروايات الشريفه محب علي إذا زلت له قدم ثبتت له أخرى. اتعدنا بالرواية. شوف دعاء حملة العرش، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو احنا شو نقول أول ما نبدي مجلسنا؟ يا ليتنا كنا معكم فنفوز شنو؟ القرآن الكريم يقول نفس هاي الحقيقة، يقول أهل الإيمان اللي يستغفرونهم ويدعونهم حملة العرش فوزهم شنو؟ عظيم، ذلك هو الفوز العظيم. هاي آية، الآية الأخيرة ببحث الإيمان، كم الآيات أسباب حبط الأعمال بسرعة ما ظل عندي وقت. الآية الأخيرة رب العالمين، شوف شوف هاي هنا الآن شبكة آيات أخرى، شوف وين راح تأخذنا بآل البيت. شوف يقول الحق تعالى ولكن الله، ولكن الله، الله
هذا مو شغل بشر، شغل منو؟ شغل الرب جل وعلا، الخالق جل وعلا تبارك وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يقول الحق تعالى. حب الإيمان منين؟ من الله، مو من الناس، مو حب فلوس، أنطيك فلوس وحبني، عندك مصلحة وياي وتحبني، لا، حب الإيمان أنذبح من وراء الإيمان وأحب الإيمان. حب الإيمان أخسر تجارتي من أجل الإيمان وأبقى على الإيمان. حب الإيمان أنطي أولادي من أجل الإيمان وأبقى على الإيمان. حب الإيمان أنطي كل ما أملك، مو قضية مصلحة، أني أنطي وأشوف نفسي مقصر، لأن الله حبب الإيمان إلي. هاي قضية مرتبطة بالحق جل وعلا. شوفوني، مرجعنا الأعلى لما أفتى وانبرى هؤلاء الأبطال للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، من الذي دفعهم إلى ذلك؟ حب الإيمان، ولكن الله حببه. زين، شوفوني، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. تعالي الآية أخرى، إن الذين آمنوا، طبعا النبي الله لما يقول حبب إليكم الإيمان، هسه اكتشفنا الإيمان الكامل منه النبي وآله، برز الإيمان كله. زين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هاي 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 هاي، هناك يقول حبب إليكم الإيمان، هنا يقول اللي يتصفون بالإيمان شنو؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. أعظم آية، من أعظم آيات آل البيت في القرآن آية شنو؟ المودة. بعد هم الإيمان وهم المودة وهم ودا وهم حبب إليكم الإيمان وزينه في، إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه حب الحسين في الرواية الشريفة، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. بالرواية الشريفة الله زين العرش بالحسن والحسين، زينه في قلوبكم. ريحانتاي، رسول الله يقول عن الحسن والحسين، حبب وزين. إن الذين آمنوا، وإحنا ببحث الإيمان، وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن شنو؟ ودا. هسا من هم ذولا اللي أهل الود والمحبة والزينة تهواهم بإرادة الله تعالى؟ من ذولا؟ أنا أقول لك، لا تشوفني، لا تشوفني، شوفني من ذولا. ربنا إني أسكنت من ذريتي، من القائل؟ لا أدري، الله على لسان من؟ إبراهيم. هذا من إجل مكة، من إجل مكة إجوا يا إسحاق يا إسماعيل، إسماعيل النبي وآله يرجعون لإبراهيم، الإسحاق والإسماعيل، الإسماعيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني إبراهيم إسماعيل وذرية منه إسماعيل، يعني الكلام نبي وآله يوم نبي وآله. زين، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أنت اجعل، حبب إليكم الإيمان سيجعل لهم الرحمن ودا. حبهم مرتبط بالله بشبكة آيات، ولهذا يقتل محبوهم ما يتركوهم، يذبحون ما يتركوهم، يقتلون ما يتركوهم. ألف سنة ننزف دم ما تركناهم ولا نتركهم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد. لأن حبهم مرتبط بالحق تعالى، وهذه شبكة آيات أمامكم. فاجعل، إبراهيم يطلب من الله لذرية اسمه
النبي وآله، فاجعل دعاء إبراهيم مستجاب وما مستجاب. شو تشوفون؟ إبراهيم سيد الأنبياء بعد الخاتم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا معنى حب لكن الله حبب إليكم، هذا معنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الرحمن يجعل لهم ودا، هذا معنى إلا المودة في القربى إلى آخر ذلك. خليها واحدة تكفي، جزاكم الله خير، واحدة تكفي، لأن خلها كم البقى عندي، البقى عندي، البقى عندي بقية الآيات اللي تبين أسباب حبط الأعمال. قلنا الكفر بالإيمان وعرفتم الإيمان، بعد ما يحتاج أوضح، الحر تكفيه الإشارة. اثنين، الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط، شوفوا الشرك. ثلاثة، الارتداد، ومن يرتدد منكم عن دينه، إلى أن تقول الآيات حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وياي الأحبة زين. أربعة، النفاق، كفر، شرك، ردة، نفاق يحبط الأعمال. وفي صحاح المسلمين وصحيح مسلم على وجه الخصوص، الإمام علي يقول: عهد عهده إلي رسول الله أنه لا يحبني إلا مؤمن، لا يبغضني إلا منافق. النفاق في القرآن يحبط الأعمال. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إلى أن تقول حبطت أعمالهم. المنافقون تحبط شنو؟ تحبط أعمالهم. بعد هاي آية عجيبة أو مورد عجيب. خامس، الذين يكذبون بآيات الله. الآيات التدوينية يعني الصحف السماوية، توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، موسى، قرآن، هاي آيات تدوينية. وأكو آيات تكوينية. آيات تكوينية: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هاي آيات تكوينية. عيسى آية، مريم آية، الأنبياء آيات، الأئمة آيات، الحجج آيات، هذه آيات تكوينية. القرآن الكريم يقول لي كذب الآيات التدوينية التكوينية شنو؟ يحبط عمله. إبليس كان يعبد رب العالمين لو ما يعبد رب العالمين؟ ليش حبطت أعماله؟ كذب آدم، آدم آية يوم مو آية، حبط عمله يوم حبط. وين الآية؟ ود الذين، أو العفو، والذين كذبوا، والذين كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. اللي يكذب بآية من آياتنا شنو؟ حبط عمل. علي يقول: والله ما لله آية أكبر مني. زين. بعد، قتل الأنبياء والأوصياء يحبط الأعمال. قتل الأنبياء، هذا المورد السادس. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون، مو بس النبيين، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني الذين يقتلون الأنبياء والذين يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط. هذا يشمل الأئمة، وذاك يشمل الأنبياء. قتل الأنبياء، قتل الحجج الإلهيين بشكل عام يحبط الأعمال. والذين أو يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إلى أن تقول أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ما عنده عمل لا بالدنيا ولا بالآخرة. قتل النبي، قتل الإمام، قتل الحجة، هذا شنو؟ يحبط الأعمال كلها. هذا المورد السادس. المورد السابع، وصلنا لرسول الله حتى نروح للمصيبة.
معاندة المصطفى. نستجير بالله، أعوذ بالله، أستجير بالله، معاندة المصطفى، مشاقة المصطفى، هذا شنو؟ يحبط الأعمال. شلون في دعاءكم تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتكذا، بدنا نقول تخلد فيها المعاندين، يعني في النار. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقلنا شنو سبيل الله تذكرون، وصدوا عن وشاقوا الرسول تقول وسيحبط أعمالهم أو أعمالهم، وسيحبط أعمالهم. المورد الثامن، نعم، مو فقط ذلك، معاندة النبي، لا 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 لا، عدم توقير النبي، عدم تعظيم النبي، عدم تبجيل النبي، عدم التأدب مع رسول الله يحبط الأعمال. أيها الإخوة، هاي مسألة خطيرة كبيرة. شوفوا، وصلت الأساس، البحث، أساس قلب البحث، مو بس معاندة النبي، لا، عدم احترام النبي، عدم تبجيل النبي، عدم توقير النبي، عدم تعظيم النبي، إحياء أمر النبي إلى آخره، يحبط الأعمال. نستجير بالله. وين؟ لا ترفعوا أصواتكم. هسا الكلام هنا عن الأدب يومو أدب، توقير يومو توقير، تعظيم يومو تعظيم. شوفوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى، طبعا ولا هذا، بعدين تقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الميت أدب مع المصطفى يحبط عمله وهو ما يدري. الميت أدب مع المصطفى، ما يوقر المصطفى، ما يعظم المصطفى، ما يحترم المصطفى. القرآن الكريم في سورة الحجرات يقول يحبط عمله. ولهذا تشوفون أئمتنا خلونا آداب للزيارة، يوم خلونا مهللا مكبرا مستغفرا مطرقا برأسك، تذكر رب العالمين، الدنيا وأهل الدنيا، كذا كذا كذا. أول ما تستأذن بالدخول تستأذن من الله، من الملائكة، من رسول الله، من الأئمة. هاي شوف آداب الزيارة خلونا إياها الأئمة عليهم السلام لأجل هذه الآيات. احترام خاص، تأدب خاص، وقار خاص. صوتكم لا ترفعوا، لا تجعلوا دعاء في آية أخرى، يعني حتى حكيكم مع النبي لا يكون مثل حكيكم مع غيره. النبي كلموه بطريقة خاصة. رواياتنا قال له أما إذا سميتها فاطمة فلا تضربها، لا تشتمها، لا تصح بوجهها. شوفوا الأدب، إذا سميتها فاطمة، زين شلون نفس فاطمة كنت تتأدب وياها، نفس الزهراء شلون الأدب وياها. شوف، إذا بنية تسميها فاطمة كنت تتأدب وياها، شلون نفس الصديقة الكبرى سلام الله عليها، شلون كنت نتأدب مع هاي الذوات الطاهرة المقدسة. الله يرزقنا هذا الأدب تجاههم، بجاههم عند الله. أي والله، الله يرزقنا هذا الأدب بجاه محمد وآل طه. الليلة ليلة عظيمة، ليلة مصيبة، الليلة ما أعرف شلون أقرأ عليك يا أبا الزهراء، شلون أقرأ عليك يا سيد الخلق، شلون أقرأ عليك يا سيد الكائنات، شلون أقرأ عليك أيها المصطفى العظيم، يا سيد ما خلق الله، يا سيد خلق الله، شلون أقرأ مصرعك يا حبيب الله. رسول الله في مثل هذه الأيام كان على فراش المرض، أيها المؤمنون وويلا ألمي عليك يا أبا الزهراء،
ألمي عليك يا أيها المصطفى يا حبيب الله، حزني عليك يا حبيب الله يجود بنفسه على فراش الموت. شلون أقرأ الليلة؟ ما أعرف شلون أقرأ الليلة. لما دنت منيته صلى الله عليه وآله، تقول كتب الشيعة وغير الشيعة: جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين، دناهم يما اجتمع بيهم صلى الله عليه وآله وانفرد بهم، ما يريد يشوف غيرهم، انفرد بيهم. نظر إلى علي وبكى، قال له علي: لما تبكي يا رسول الله؟ قال: لما نظرت إليك ذكرت ضربتك على القرن يا أمير المؤمنين. هاي الرواية بكتبنا وكتب غيرنا، فرائد السمطين للجوين الشافعي ينقلها، شافعي ينقلها. ثم نظر إلى فاطمة وبكى، قالت: ليش بكيت يا رسول الله؟ قال: ولم لا أبكي وقد دخل الذل بيتك وانت قد عرمتك ولطم خدك وكسرت أضلاعك. يا فاطمة يوم يومين راح تستغيثين بي، ما حد يغيثك، كأني بك وقد دخل الذل بيتك وهتكت حرمتك وكسروا أضلاعك. ثم نظر إلى الحسن وبكى، لما تبكي يا رسول الله؟ قال: لما نظرت إليه ذكرت كبده المسموم. هنا دمعتك رخيصة أدري بيها. ثم نظر إلى الحسين قال: أما الحسين كأني به وقد ذبح من الوريد إلى الوريد، ولهذا لما ذبح الحسين زينب أول صوت صاحت: يا جدا يا محمد، هذا حسينك بالعرى. مثل ما قلت، مثل ما قلت بوفاتك يا حبيب الله. ثم قال لعلي: سلام الله عليه يا أمير المؤمنين، أنت تقضي ديني تنجز عداتي. أوصاه بوصاياه، عهد إليه بعهده، أعطاه الأمانات صلى الله عليه وآله، وقال وصايا كثيرة بتغسيله بتكفينه بتشيعه بوضعه كله، وصابي اللي يحرق القلب بوصية النبي. أنطاه صلى الله عليه وآله كافور، قال له: هذا جاءني من الجنة يا أمير المؤمنين، هذا حنطني بيه إلى حنوط من الجنة، حنطني بيه يا أمير المؤمنين، وخلي بقية للزهراء وبقية للحسن إلك وبقية للحسن. وسكت رسول الله. ها خير شبيكم؟ قال له: قسم منا إلي وقسم منا للزهراء وقسم إلك وقسم للحسن. وسكت الحسين، قال له: وأنا يا رسول الله؟ قال: أنت ما تحتاج حنوطة يا عبد الله. قال له: أنت ما تحتاج حنوطة. أيوة حسينا، ولهذا زينب الجامد أخيا قلت له: لا تابوت عندي ولا قبر محفور. خو
اخويا لا تابود عندي ولا قبر محفور لا ماي وسدر يحزي الا كافو اخويا لا كافور لا كافور يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله في مثل يوم غد رسول الله كان بين أهل بيته صلى الله عليه وآله وبينما هو كذلك إذ طرقت الباب الزهراء جت على الباب باب الحجرة من الطارق قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة موضع الرسالة ألف الملائكة عليكم السلام من الطارق قال وافد على رسول الله ها بدينا بمصرع النبي انت ذاب لك دمعة رسول الله يا ولا دمعتنا على الحسين هم الرسول الله نعم وافد على رسول الله قلت له يا وافد رسول الله مريض على فراش الموت باب النبي ما ينغلق بوجه واحد بس اليوم اعذرنا رسول الله مريض رسول الله ما يقدر يشوف واحد رسول الله بساني وعلي والحسن والحسين كل ساعة يقول للأمير المؤمنين خلي راسي بحجرك والإمام علي خلي راس النبي بحجره نعم أيها المؤمنون نعم أيها السادة أنتم في حرم أمير المؤمنين نفس رسول الله وهو المعزى بأخيه المصطفى هاي نعمة الله يديمها علينا وعليكم بجا محمد وآل محمد الله لا يعرمنا هاي النعمة راح هذا الوافد برا شوية اندقت الباب السلام عليكم أهل بيت النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة عليكم السلام من الطارق قالها وافد على رسول الله نفس الصوت قالت له يا وافد جئت قبل قليل وقلنا لك النبي ما يقدر يستقبل واحد رسول الله مريض ارجع بارك الله بك فرجع مرة ثالثة طرقت الباب من الطارق قال وافد على رسول الله رادت تقول له نفس الكلام قال بني فاطمة دعي خلي يدخل خلي يدخل قالت له يعني تستقبل يا رجل نعم بني فاطمة أتعرفين من هذا هذا مفرق الجماعات هذا مفرق الأحبة هذا ملكوت حبيبتي فاطمة هذا عمره ما استأذن واحد عمره ما استأذن واحد يجي ياخذ الروح ويروح لكن وياي الله أمره قال له ما تدخل على حبيبي محمد إلا تستأذن إذا أذن لك حبيبي محمد ادخل واقبض روحه الطاهرة وأصعده ابنيتي خليه يدخل خليه يدخل فاطمة تسمع ملك الموت قالت له ما ذول لك يا ملك الموت دخل سلم على الزهراء سلم على رسول الله على أمير المؤمنين على الحسن على الحسين قال يا رسول الله العلي الأعلى يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام وأمرني أن أستأذنك لقبض روحك يا حبيب الله قال على رب السلام ومنه السلام وإليه السلام وإليه يعود السلام وهو السلام يا ملك الموت انتظرني خلي يجيني حبيبي جبرائيل أكلمه
لك ذلك يا رسول الله، أنا مأمور بإطاعتك يا رسول الله، أنت لتؤمر أنا أنفذ يا رسول الله. جاءه جبرائيل كلمه قال له يا رسول الله ما بقي نبي في السماء ولا ملك إلا وهو ينتظر قدومك يا حبيب الله. كملوا يا جبرائيل، قال له ملك الموت حبيبي أرد أودع ابنتي فاطمة. فسقطت فاطمة على صدر أبيها. الله الله، أبتاه تتركنا يا رسول الله؟ الروايات تقول سرها، بكت ضحكت ابتسمت، يعني سألوها ليش ابتسمت ليش بكيت، قالت ابتسمت لأن أبوي قال لي أول واحد يلحق بيدي، فاطمة ما راح تبقيني هواي، أيام معدودة وتجيني، فرحت أنا راح ألتحق برسول الله. ليش بكيتي؟ قالت أبويا قال لي أنا بعد كون ألتحق بالرفيق الأعلى، أنا بكيت على فراق أبي صلى الله عليه وآله. ثم قال يا ملك الموت قد أذنت لك، ها، فقبض روح رسول الله رحم الله من نادى ومحمدا وسيدا ومظلوما. خل اقرا لك بيتين بيتين بس بيتين، اقعد اقعد وبس بيتين اقرا لكم. صاحت فاطمة الزهراء يا أبي عادت لتفقد أبوها يجونها، يا أبي عادت لتفقد أبوها يجونها، الناس وعلى مصابها يواسونها. اسمع يا أمير المؤمنين، البنية اللي يموت أبوها يقولوا لها عظم الله أجرك، يقولوا لها أحسن الله عزاك، تقول له بس أنا يا رسول الله، عادت لتفقد أبوها يجونها، الناس وعلى مصابها يواسونها، ياهي مثل دارها يحرقونها، ياهي مثل دارها يحرقونها، وعلى دمعة عانها يسطرونها. اي وحده وحده قطع حاد المنايه بليل.